السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في قناتكم أفكار وديكور نورية. لفيديو تاع اليوم حابة نشارك معكم أو نقترح عليكم أفكار لسهرة رومانسية بأشياء بسيطة متوفرة في كل بيت، هكا نكسر الروتين ونخلق جو سعيد في البيت ويعني تجدد العلاقة بين الزوجين بزاف، يعني تجدد العلاقة وتتطور. المهم بزاف البنات طلبوا هاد لا فيديو كيما هكا، بغاو يدوا افكار. انا حاولت ندير حاجة بسيطة في متناول الجميع كما راكم تشوفوا في هاد لا فيديو. هنا نبدو على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انا كما شفتوا يعني درت جينواز بسيطة باش ما يطولش عليا لا فيديو، يعني رايحة نحطها لكم في لا فيديو القادم ان شاء الله. ورايحة نبدا على بركة الله بالحشة تاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وضعت البطاطا في لاكوكوت، طيبتها بالقشور تاعها، من بعد كي طابت لي رابيتها يعني طحنتها بهاد تاع البطاطا. من بعد وضعت فيها ملعقة تاع مارغارين، من بعد الفرماج فقط على حسب افراد العائلة. البطاطا يعني انا فقط لي زوجين اللي يأولي هو، حطيت الفرماج كذلك وحطيت الملح والفلفل الأسود. من بعد بديت نحط في الحليب غير بشوية، ما تجي لا ثقيلة ولا خفيفة. من بعد نصفيها باش ما يبقاش هذوك الحبيبات في البطاطا وتجينا رطبة. هذا كما هنايا البنات، انا بغيت ندير مفاجأة لزوجي من غير مناسبة، ماشي شرط تكون مناسبة. كذلك هدية خصيصا للعرائس اللي راهم جداد، وكذلك بلا ما ننساو القدم، يعني كذلك يتخلوا في رواحهم ينحطوا الحطة ويديروا سهرة تكون شابة، سهرة رومانسية. المهم بأشياء، ولو بأشياء بسيطة، يعني ما يكلفوش نفوسهم. وهكذا نغيروا من الروتين ونخلقوا جو ممتع. وكذلك البنات اللي بينها وبين زوجها خلاف، نقول لك يا حبيبتي نوضي وبعدي عليك الشيطان، وحاولي تفرحي نفسك وتراضي زوجك وتفرحيه بهذا السهرة ولو بأشياء جد بسيطة. المهم تفرحوا، المهم الفرحة. هنا البنات ما تشوفوها، هنا صفيتها، نولوا للفيديو تاعنا، صفيتها بالصفاية يعني باش تجينا رطبة وشابة. كما تشوفوها هنا رطبة وشابة، يعني حشاء مع سهرة رومانسية بأشياء جد بسيطة. المهم تكون شابة، المهم ترضي الزوج تاعك، تفرحي معاها حتى ولو كانت مأكولات يعني ماهيش، المهم زوج شموع فقط والوريدات، حاجة مهم حاجة قليلة. هنا هي لاكوكوت اللي نبدأ الحشاء تاعي، كذلك هنا هي لاكوكوت. واش درت فيها؟ درت فيها زوج تاع ليكويس وفلفل عكري، فلفل أسود، شوية راس الحانوت كذلك باش يعطينا ديك البنة شابة في الليكويس تاعنا، كركم، وبلا ما نساوي الملح. والاستيس الشابه اللي تجي في الاخر في الدجاج تاعنا باش تجي فيه ديك التحميره شابه، يعني ملعقه ماشي معمره تاع عسل.
من بعد نضيف الزيت بلا ما نساو الزيت. بلا ما تنساو البنات، يعني توجدوا الحشات تاعكم يعني تفرحوا نفوسكم، تضربوا تدويشة وتفحفحوا رواحكم. مهم تفرحوا وتلبسوا لبسة لو كان حتى تكون أرخص لبسة، المهم تكون شابة وتكون يعني تكون تجي عليك فقط، المهم تكون حتى ولا تكون رخيصة. هنا ضفت بصل صغيرة مبشورة وزوج سينات مبشورين، راح نخلطهم مليح ونوضعهم فوق النار يتقلاو مليح. من بعد نضيف ملعقة صغيرة تاع طماطم مصبرة، كذلك نخلطها مليح كما تشوفوا. من بعد نضيف الماء السخون، كمية قليلة تاع ماء سخون، نغلق عليها ونخليها حتى يطيب لنا هذوك الكويس. من بعد نبدو في التحضيرات الاخرين. هنا ضفت الماء سخون، رايحة هنا نبدأ في التحضير، يعني نحط لابيوري تاعي. شوفوا كيفاش راهي رطبة، يعني اللي قال لابيوري تصفوها. ودرت في هذا في الأخير في السهرة، يعني درت هذيك التحلية، هذيك الشيطة اللي درتها معكم في الفيديو اللي فات، ما حبيتش نحطها يعني التحضير تاعها، يعني حطيتها في الفيديو اللي فات. والجينواز راح نحطها في الفيديو القادم إن شاء الله. هنا بديت ديكور خفيف بالفرشاة، انا درت قبل الحشا يعني تعشينا، ومن بعد عاد درنا سهره حتى تاخرنا حتى في اخر الليل. هنا لاصوص هي طابلي دجاج، صفيت لاصوص وحطيت الكويس على جهه، وبديت نحط فوق لابيوري. تجي بنينه البنات، والله يا بنينه بنينه. هنا نحط الكويس، شوفوا كيفاش حمارو هذيك التحميره، يعني ما قليتهم حتى من هذاك العسل، يعني تجيك التحميره تاع الدجاج. حطيتها على جنب، غطيتها باش تبقى سخونه، حطيتها حد البوال وغطيت عليها. هنا نبدو في السلطه. قطعت الخس قطع صغيره، والبصل قطع صغيره، من بعد الطماطم قطع صغيره عفوا. هنا نبدو، درت غرفيه، درت فيها الطون تاع الطماطم، اللي تحب دير الزيت الطون تاع الزيت دير الطماطم بعد ما نحيت لها الزيت تاعه. ندير الفرماج، حبة فرماج، ونحط شوية مايونيز، نحط المايونيز ونحط الخل والزيت والملح، لكن ما نكتروش، يعني نقصوا، نعرفوا باللي المايونيز والطون راهو فيه الملح وفيه الزيت. نخلطوا مليح، من بعد نضيفوا كيما قلت لكم الزيت والخل والملح، ونخلوهم على جنب. هنا البنات اني وجدت انايا الكل للسهره، ماشي للعشاء، للسهره وجدت المكسرات، وجدت كل شيء وغطيتهم، كل شيء وجدته وغطيتهم، فقط التحليه خليتها في الثلاجه، والكيك او الجينواز كذلك عفوا ثاني خليتها في الثلاجه حتى للتقديم. وهنا الحشا تاعي يعني خفيف ظريف، انا الجينواز يعني طيبتها من قبل، يعني ليلتين من قبل،
الليلة طيبت فيها العجينة تاعها الجينواز، والليلة الثانية يعني خدمت فيها التزيين، زينتها مليح يعني باش تتماسك لينا الجينواز. يعني هكا اللي قلت تدو افكار باش يعني ما تتعبوش، حتى ديري سهرة يعني ما تتعبيش، يعني طيبي من قبل ليلة او ليلتين الكيكة او التحلية. هنايا بديت في الكاشير، عندي هذا الاطار تاع طابع تاع قلب، رايحة نطبع بيه يعني أشكال جد بسيطة، يعني أكلات بسيطة، وصفات بسيطة. المهم تفرحي انتي والزوج تاعك وتفرحيه وتراضيه حتى وكنتوا في خلاف. وهذاك الباقي الكاشير نخدمه حاجة أخرى. المهم هنايا سلطة نوضع فيها الطماطم، الطون عفوا، والمايونيز نخلط مليح، من بعد نوضعها في الطاس تاعي. كما تشوفوا جد بسيطة، يعني ما فيهاش حتى تكلفة. نوضعها في الطاس ونوضع عليها الديكور تاع الكاشير مع المايونيز والزيتون. من بعد نبدو نفحفحو رواحنا ونضربو لها التدويشة، الله الله التدويشة الله الله. وقوماج قبل يعني انا وضعت القوماج، من بعد ساعات رحت ضربتها التدويشة الله الله. عملنا يعني الديكور بسيط يعني كاشير في الجوانب. والمايونيز، وهنا البنات بالنسبة للبنات اللي نمد لكم نصيحة كأخت، حاولي كطيبي أكلات ووصفات اللي يحبها الزوج تاعك، وحاولي كذلك كي تكوني عند عروسة جديدة حاولي كي ما تخليش وحده، يعني روحي لأهلك لكن يعني ما تباتيش في الأيام الأولى حتى هو يوالفك، من بعد باسي يعني ليالي، لكن ما تكتريش، يعني ما تكتريش تباتي حتى يوالفك الزوج تاعك، يعني في الأيام أكثر أكثر في الأيام الأولى. يعني نصيحة من أخت وحبيبة. المهم هنا درت ديكور تاع قلب بالمايونيز وحطيتهم على جنب وغطيتهم. هنا نبدأ نفحفح روحي. هنا درت القماش، انا ما نديش القماش الاصطناعي، ندير القماش الطبيعي يعني طبيعي. درت الحليب ودرت خميرة الخبز حتى تولي لنا كريمية، من بعد نوضعها في الوجه تاعي وفي اليدين حتى تقضي حتى في الجسم. هنايا مدحت القماش، من بعد خليتها حتى تنشف، قشرتها، أما من بعد رحت للدوش، الله الله على الدوش، يعني تدويشة روعة. خرجت من الدوش وضعت هذا الكريم، كريمة هذه هذه الكريمة يعني ماد ان جيرمان كما تشوفوا، سموها جليسيرين كريم، جليسيرين كريم يعني شابة. أنا هذه نستعملها أكثر، نستعملها أنا من منكترش يعني من نخلطش لي كريم، منخلطش انايا. نادي اللي وضعتها في اليدين تاوعي، اما من بعد بديت نحط في الطاوله تاعي تاع العشاء. هاوينا يعني مديت لكم كل شيء، كل افكار مجرد افكار. كلنا نمدوا الافكار لبعضينا. هنايا بديت نحط في الطاويلة، حطيت هاد الورود، هاد الورود فقط كانت عندي ورود ما شريتش أنا، قطعتهم ووضعتهم في الطاولة.
وضعت الشموع في هذو الكيسان الصغار يعني تزيين كما حبيتو. وضعت الشموع في الكيسان، انا شريت فقط الزوج الشموع، كيسان وضعت فوقهم الشموع. اولا كما تشوفوا يعني جيت بسيطه وبديت نحط في الحشاد تاعي الليموناد، تعشينا خسيت الماعين تاوعي، ومن بعد بديت انفحفح في روحي ومديت الحق لروحي. بديت انا بديت ندير في المكياج ويعني لبست حاجه خفيفه، السهرة هي المفاجأة، السهرة هي الروعة وهي المفاجأة. المهم حطوا لي لايك والتعليقات إذا عجبكم الفيديو. واللي يشاركوا في القناة مرحبا بهم، واللي يشاركوا ربي يحفظهم ويجزاهم الله خيرا. المهم بديت هنا نفحفح في روحي، خلاص هاني تعشينا وغسلت الماعين، بديت نحط في المكياج. انا نخدم بهذا الكريمة هذه، هذا لابوماد فريند لوفلي، والفوندوتا انا ما نخدمش بها بزاف الا في المناسبات، اكثرية انا حتى نروح للعمل نخدم فقط بالفرنج لوفلي فقط. واصلا ان الوجه تاعي يعني صافي ماهوش فيها ما فيش حاجه شي مليحه، والغسيل كذلك وين نخدم بهذا الغسيل عادي. والعطر نسيت باش نحط العطر، اما من بعد كي درت المكياج ولبست القش تاعي تقولوا شوفوا القش الملابس اللي شريت اللي وريتها لكم شفتوها في الفيديو اللي فات. حطيت هاد الغوج، انا نحب نخلط الغوج غوج اوليفر، يعني نحب نخلط يعني كي تخلطي تجيك لا كولور تجيك شابه بلا ما ننساو انا الفون فاغ بوبيير ما نديرش، انا ندير هذا الكريون درته جاني على حساب شويه لا كولور تاع اللبسه اللي راح نلبسها، وال الغوج اوليفر تاع 24 ساعه كذلك نخلطو مع الغوج الاخر. فيرني ما يحبش الزوج تاعي يعني ما نديروش، وكريون واق والايلينر ما نديرش، انا ما نديرش الايلينر كاع، ندير فقط كريون. عفوا هنايا هاولنا اللبسه تاعي، المهم تكوني معطره وريحتك من بعيد تتشم. هكا يعني تخلعي زوج تاعك يعني تفرحيه. ها هو اللبسه تاعي لبستها، اما بدينا السهره تاعنا. ها هو الجينواز والمكسرات، يعني المكسرات يعني على حساب مقدورك، والتحليه اللي قدمتها لكم في الفيديو اللي فات يعني اروع سهرة. بقينا حتى آخر الليل، شوفوا يعني رائعة. وخليكم مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تروح.